المشروع القومي لتبطين الترع وتأهيلها أحد المشروعات القومية لتعظيم العائد من المياه، والذي بدأ يؤتي ثماره وبات شاهداً في كل محافظات مصر، على جدية السعي المصري لحماية الثروة المائية، حيث شهدت المرحلة الأولى منه تبطين 8226 كيلومتراً. كذلك هناك المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، وتشجيع المزارعين على هذا التحول لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه. ففي مايو من عام 2021 تم الانتهاء من تحويل نحو 285 ألف فدان لنظام الري الحديث، بالإضافة إلى العمل على تحويل 85 ألف فدان أخرى. إلى جانب ذلك، يجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر عبر المحطة الأكبر بالعالم، كذلك الاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة. كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بمشروعات تحلية مياه البحر، التي تعد من أهم المحاور المستقبلية لزيادة الموارد المائية، وقد وصلت موارد مصر المائية من تحلية مياه البحر إلى نحو 292 مليون متر مكعب سنوياً، وذلك في عام 2020. على صعيد التطوير التشريعي، أعدت الدولة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد بهدف تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية، وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين. التحركات الدؤوبة للقيادة السياسية في ملف المياه تنبع من إدراك كبير لخطورة الملف في إطار التحديات المائية التي تواجهها مصر، من تزايد السكان إضافة للتغيرات المناخية التي قد تعصف بمكتسبات وموارد دول وقارات.